شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. راكد على بكرة مثل الغريق اللي يقس ومتعلق بقشي، يوم بشرق يوم بغرب خطواتي عم تمشي. لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما أنا، ولا في يصير جديد. لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما أنا، ولا في يصير جديد. ما أصعب يوم تكتشف إن اللي كانوا حباب سرقوا المشاعر واختفوا وضعوا كأنه سرار. حتى الضمير عم ينشر وينباع، صار عادي لو تجرح قلب أو لو حبيبك ضاع. كل الوجوه تضحك إلك وبترسم البسمة، مين اللي واساك بصدق؟ مين اللي وشه قناع؟ لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما أنا، ولا في يصير جديد. ما أصعب يوم تكتشف إن اللي كانوا أحباب سرقوا المشاعر واختفوا وضاعوا كأنه سراب. يمكن هذا آخر فنجان قهوة. ما راح خليك تروح، أمك بوصيتني فيك. جهاد، إذا ما بروح رح موت هون، مشان أمي لا تخاف. إذا بدك إياها تفرح وترتاح خلينا على راحتي.
صباح يا جوادو. علين جوادو. علين بالشباب. لك حدا بينزل ثالث يوم عرسه على المحل؟ أنا بدي أخذ كل الأفلام اللي بالمحل عندك. خذ اللي بدك إياه. وين التواصي؟ شريف ما في غير هون؟ لا ما في غير هون. يسجلهم على الدفتر. أحلى جواده. أحمد تخلق لي بيان خلقه بسرعة. حاضر سيدي. يا ابني بدي بيانات هذا الرقم، سجل عندك 09 لسه في ساعتين بدي يمر لعند ابو محروس بالاول. خاطرك اخي شنطتك. هي شنطتك انت، طبيت لك فيها اغراضك، بلكي بأثر عليك. سلام أخي. تعيلي أخي تعيلي، أنا بس وصل بحكي معك وبطمنك. شو القصة؟ شو بو؟ سيادة العميد بده اياك ضروري، موبايلك مقفول وما حدا عم يرد على الأرض. ايه الارض معطل، بس شو في؟ وصلت الرساله اللي ردتها من رقم مجهول، عم تقول الحقيقه كلياتها عندي ورح اقول لك اياها، لا تحاكيني انا بحاكيكي. شو عم تحكي انت؟ ايه سبيني يلا بسرعه سبيني. مو لعبه يا حبيبي مو لعبه. روق عصفور ما بدك. لك على شو بدك ياني روق؟ لك زيد على شو بدك ياني روق؟ هلا انا شو بدي احكي مع المعلم؟ يعني وين المشكله اذا ناقص واحد؟ لك مشكله حبيبي. ايه 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 مشكله، هي اسمها مشكله حبيبي. نحن بنمشي على العدد، انت ليش طلعت قبل بخمس ايام؟ لانه العدد اكتمل. وصلت هلا؟ Thank you.
الله ما عمرت. يمكن عنده شيء، بلكي مشغول. لا انا بعرف جهاد ما عنده شيء، بس هو ما بده يرد علي. هاجر؟ يهاجر، بس هو وعدني ما يتركني. علا حبيبتي، جهاد بيحبك عن جد، بس ما رح يترك أخوه. ايه صح، ما رح يترك أخوه، بس يعني ليش علقني فيه؟ ليش خلاني أحبه؟ علا حبيبتي، طولي بالك ولو بلكي نايم. خلاص ما تتضايق. شو حبيب قلبي؟ جيب انا جواد. يلا تاخذي إجازة. هيا يا ابني، رقم لمية. شكرا. جهزوا حالك ونطلع دوري على بيت جواد. يلا تفضلوا. السلام عليكم. فوتوا شباب فوتوا. شمشون. ايه معلم. جيب كراسي للشباب. ايه بعضامي. يلا هوا. يلا خالي. ليش اخذتوا شباب؟ معقول يعني؟ لك يا اخي والله ما تاخرنا. تصور تصور جايين على الموعد. شو هالحركات هاي شباب؟ والله نحن مالنا ناقصين. ها ايه معلم. ايه انحلت المشكلة. ماشي معلم ماشي. امرك الله معك. انت وصية الغالي، انا ما بتركك. محل جوزة وين؟ بالساحة. بسرعة جيبه. حاضر سيدي. ينال. نعم سيدي. طيران لعند أمه. يلا. حاضر سيدي. عصفور؟ عصفور؟ علينا بسليمان. الحمد لله على السلامة. أنا جاهز. شباب جاهزين؟ جاهزين شباب. كيف شباب؟ يلا خي يلا.
أهلين بالشباب. الله معكم. الله يسلمك. حبيبي. الله معكم. مع السلامة. يلا. يا عمي عصفور مرني كالعادة لعند أبو الخير لعيونك وما بدي وصيك دير بالك على الشباب لا لا يا عصفور بعيوني بإذن الله الله معكم يا شباب ميسر إن شاء الله الله معكم لك شباب بسكر لحاله أوتوماتيكات ما بتفهم نايب عظامي معلم ميسر يا شباب الله معكم بسرعة. خير سيدي خير قوم لعندك على البيت يلا بسرعة كوب لك شو قصة جملو شو بيعمل اثنين مثلي مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خير سيدي لم يا وينه جوا سيدي شلون جوا صارنا ساعة مدعي على الباب أحد عم يرد افتح خير سيدي شوفي بدنا لم يا بعدين تعال بسرعة خلصني دمية يا لمية لو سمحت بسيبك خليني شوف بنتي يا جمال يا جمال شوفي شوفي بنتي جمال بنتي يا جمال دخيلك يا جمال دخيلك خليني شوفها يا جمال يا الله يا الله بنتي بنتي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي بيا حرجوا على الموجودات مالو ترامي مقتول يا سيدي نعم سيدي حاضر سيدي يا نال نعم سيدي اتصلوا بالطبيب الشرعي قبل التحقيق حاضر سيدي خليني اشوف بتعمل الله يخليك مقتول انت شو عم تحكي؟ انقتلت؟ لا 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 احمد لا لك شو بكن شباب رايحين على اوروبا انتو لك اضحكوا انبسطوا اخ اماني حزوا لي غرفه معكن ها اماني لك اضحكوا بنتي دخيلك بنتي بس خلوني
المكالمات الصادرة اللي استلمها تليفوني. يا الله يا الله يا نال. نعم سيدي. لا تخلي حد يفوت على البيت. حاضر سيدي. يا الله يا الله. ابو سليمان يلا يا شباب، هي اخر نقطه بنوصل لها. هلا بنسرح في هذا البيت لحتى هيك يعني الله يأذننا ونوصل لتركيا. بهذا البيت. يلا شرفوا شباب. يلا تفضل. يا ميت اهلا وسهلا. شرفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عمو يلا يلا تفضل. احترامي سيدي. أهلين أحمد. سيدي كمال الدين صادق صاحب آخر اتصال، مركز اتصال باب توما، شاب تركي عمره 26 سنة. طيب بدي كل شيء عنه من مراكز الحدود البرية البحرية الجوية، خلال ساعة جيب لي اياهم على مكتبي. يلا. احترامي سيدي. جهاد ما عم يرد على موبايله. عمو جهاد سافر. سافر؟ لوين سافر؟ ألمانيا. على ألمانيا؟ طيب ليش ما خبرني؟ الله ييسر له. عمو أنا معلش روح على البيت. معلش عمو روح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عفوا من الشباب؟ من حمص. أهلا وسهلا. أهلا فيك. أنا هاني من اللاذقية ورفيقي خالد من الشام. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بالشباب. وأنا زيد وهذا أخي جهاد. عراسي أهلا وسهلا بالشباب. أهلا وسهلا. أهلا فيك. شباب عندكم اطلاع على الترتيبات بعد هلا ولا ما بتعرفوا شيء نهائيا؟ لا والله ما بنعرف شيء. أنتم بتعرفوا؟ نحن كمان ما بنعرف شيء. الله تاركينا على التجلي كله لرب العالمين. شو أخي؟ اشتقت لها العلا؟ زيد عم فكر ارجع. حاجب لك جهاد حاجي. ريح حالك لك أخي. صحيح أنت حبيتها العلا
بس انت كمان حابب السفر اكثر مني. ادعي الله يمشي امورنا، بكره بتصير تحكي معها وان شاء الله بتقدر تجيبها. طريقنا طويل لك اخي، هون على حالك عشان تهون علي. انت توصيت الغالي ما بهون علي فيك. وراح حصر القرص صاروا جاهزين والفيلا صار جاهزة للبيع. طيب غيره؟ رخصة معمل السيراميك كمان صار جاهزة. والقرية السياحية؟ كمان القرية السياحية صار جاهزة. يعطيك العافية. إذا بتحب تطلع عليهم دكتور تفضل. لا لا لا، بكرة مر لعندي على الشركة بشوفهم. إن شاء الله. بتأمر شي دكتور؟ سلامتك، يعطيك العافية. شكرا. الله يرحمك يا هدى. قضيتيها من مرض لمرض وبالأخير هالموت الشنيع، بس بتستاهلي، بتستاهلي خاينة ولا ليش؟ يعني لولا الخيانة منين بدنا نعرف الواحد إذا ما كان خاين؟ اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هاي حال الدنيا الله يرحمه. القتل تم بطلق ناري من مسدس حربي من مسافة قريبة جدا، والطلقة اخترقت الجمجمة. مؤدى القتل كان في عملية خنق استمرت 30 ثانية. في آثار تعذيب سيدي عمرها يومين. هاي على الظهر كدمات، رجل في عضة على الصدر، قرص على الإيد، على الرجل كمان. الظاهر سيادة العميد إنه كان في لقاء حميم والرجل بيعاني من السادي بالممارسة. طيب دكتور مثل ما حكيت هذا اللقاء الحميمي ما له أثار موجودة؟ قصدي يعني السائل المنوي ما في له أثار؟ لا ما في أي أثار، بس يمكن على الأرجح تحممت أو يكون حط واقي. طيب دكتور يعطيك العافية. شكرا. الله عافية. يعطيك العافية. شو بيان؟ كمال سادي. شو هذا الطالب التركي؟ بالضبط. غادر البلد من أكثر من سنة، بس الشريحة ظلت بنفس الموبايل، بس ما حدا تاني يبدو حذر هذا الحدا، لهيك ما غير شريحة لجهاز تاني ولا استخدموا بي اتصالات غير اتصال واحد.
شباب بدي جواد. تعيش جواد، نحن مضطرين ناخذك. يعني هلأ وقتها سيادة الرائد؟ مضطرين للضرورة أحكام. خدوه. تفضل. خيرك محروس. شو صار؟ أخذوه لجواد. إيه يعني ليش أخذوه عمي؟ يعني شو عامل جواد لحتى أخذوه؟ والله ما بعرف يا جميل. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. عظم الله. عوسي مرحبا انت علا. اهلين. تفضلي. كيفك؟ يعبرني هلوش. مساء الخير. تسلمي. مساء النور. مساء الخير. شلونك؟ بس في الكوسه رح اجيبها لك. شلونك خالتي من نظام؟ أهلين سمير، كيفك أنت؟ الله يسلمك. ما شاء الله عليكي، أنا عم تشتغلي بالفرن بالليل وبالنهار، يعني دوامين ما شاء الله وخزات العين. الشغل اللي عم تشتغليه نص شباب البلد ما عم يشتغلوا. شو هاد ما شاء الله؟ خلصنا بقى ابني، خلصنا بقى لفة. حاضر ماما. لك يا ام نظام الله يرضى عليكي، بدي البقدونسات والكوسايات بكرة بعد ظهرة خالصين مخلصين ونضاف. قولي إن شاء الله أم سمير، قولي إن شاء الله. سعاد أنت شو بتشتغلي؟ خالتي أنت شو تشربي؟ أنا مشتهية على القهوة، الله يرضى عليكي، والله من الصبح مضايقة. يو من الصبح أم سمير؟ أي والله من بابش أعلى باب أرقع، من عند أم طلال، لا من نظام. قومي 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 أمي قومي. خالتي كيف قهوتك؟ أنا سادة. وكيف قهوتهم؟ سادة مثل ماما. ما شاء الله، الله يخلي لك ياهم. الله يخليك يا سمير، تسلم. خلصنا ابني. شايفك لحالك؟ البركة فيكم سيدي. اي جواد، أنا بعرف إنه مشكلتك كبيرة كثير. ما أقدر وضعك النفسي. بس في بعض المستجدات ظهرت بالتحقيق. لازم تجاوبني عليها. أنا بأمرك سيدي. قبل يومين ثلاثة صار شيء بينك وبين لميا؟ لا والله سيدي ما صار شيء. طيب. لميا كانت تجي لعندك؟ بلا سيدي، بس كنا كاتبين كتابنا. طب وقت اللي رحتوا شهر العسل على الهدية صار شي؟ سيدي أنا فقت الصبح بالشاليه ما لقيتها جنبي،
كنت طلعت دورت عليها، لقيتها قاعدة وعم تتفرج على البحر، كانت عم تبكي ووشها أحمر كتير سيدي. قلت لها شو صاير معك يا لميا؟ قالت لي أنا تعباني بدي أرجع لعند أمي. لك بني آدم بلا مشرمحي لا عيبة بالحلال، نحن رجال ومنفهم على بعض. طبعا شرس عنيف شي يعني عصبي صار شي سيدي، يعني هو مثل ما انت قلت لعيبة بالحلال، ويعني سيدي اللي صار يعني ليلة دخلة معلومكن يعني، بس ما بتذكر في شي مو طبيعي. طب وقت اللي فقت الصبح صار شي سيدي؟ بعد ما صار اللي حكيت لك عنه شربنا قهوتنا وحملنا حالنا ورجعنا على الشام. هي قعدت في البيت وانا لقيت حالي ضايج، قمت رحت على المحل. بعدين سيدي رحت لعبت شدة مع الشباب بالقهوة، صار اللي صار. نعم سيدي. نعم سيدي. حاضر. مسافة الطريق سيدي. الله معكم. بيان كمل معه، أنا طالع قيادة الشرطة. حاضر سيدي. فوت كمل. نشكر الله. في مجال احكي مع المحامية زينة؟ ايه طبعا حقق قضية. غبي بابا؟ اليوم علا ما سألت عن بابا ولا اهتمت إذا أخذ دواء. لا والله مو هيك. كيف مو هيك يا بنتي؟ وينك لكام؟ الوقت ما أجيتي من شغلك وأنتي قاعدة ومسكر الباب. أنا بس تعبانة من الشغل شوي. القصة مو قصة شغل يا بابا. يا علا أنا بعرفك بابا، بعرفك. احكيلي. أبي صدقني والله ما في شيء. يا بابا يا حبيبتي أنا ما بعرفك، بس كوني رايقة ومرتاحة كيف بتكوني؟ بس كوني مكدرة وتعبانة في شي شاغل تفكيرك كيف بيكون الشيء؟ أبي صدقني والله ما في شيء. لا في شيء، بس على راحتك. خليني أنا أقوم مرتاح بتختي حاكم، حاسس حالي جسمي كتير مكسر وتعبان. سلامتك. الله يسلمك يا بابا. خلينا نروح نام. يا الله. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. شلون بدي اشرح لك تقرير الطبيب الشرعي؟ ما بعرف. خير شو في استاذه؟ شلون بدي فهمك يا لهالتقرير انا؟ حضرة المحقق بنقدر نفهمه لجواز التقرير؟ طبعا. اعوذ بالله، انت شو عم تحكي؟ اهدى جواد، اهدى شباب. لك شو اهدى ما اهدى، انت شو عم تحكي؟ جواد هذا تقرير الطبيب الشرعي. لك ان شاء الله يكون تقرير وزير. لم يشرف من الشرف، فهمت؟ لك جواد. لك شو لك؟ اهدى. لك شو اهدى؟ لك شو اهدى؟ شو اهدى؟ شو ما بتعرف شو عم تحكي؟ عم بيقولي انا يا رجال تاني، انت بترضي حكايك على امك او اختك؟ لا اهدى اهدى. اتركه اتركه. عود جواد. شوفي
عم بيحكوا على مرتي سيدي؟ لا، ما حدا بيحكي على مرتك. هدي، انا راح فهمك كل شيء، بس بكره مو هلا. منيح؟ هدي جوال يا نال، تحفظ علي لبكره. حاضر سيدي. بس هذا الحكي ما بيصير. تحفظ علي لبكره، سمعت؟ لك انت مجنون؟ لك انت مجنون لحتى تشرح التقرير لواحد حمار؟ سيدي هو كان لك خاص؟ شو هو كان؟ شو خصه جواد؟ شو خصه؟ يعني سد بوزك اطلع. غبي، مبروك يا علي. هاي أول مرة بتسبيني بشغلي. الله يبارك فيك يا عروس. لسا ما بلشنا. خير. بس أنا هون تفضل. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. تفضل. سامي بيك. شو بالحلال؟ يعني غرفه مصاري وحرام ما تاخذي منها شيء. شكلك رح تبيع كل شيء مشان الغرفة. يعني هي ثلاث أربع مانشيتات، إخلاص وتفاني ووفاء وهذا الحكي اللي بلا طعمة، يعني بالأخير حقنا فرنجين. سارة في فرصتين قدامي فقير، يا بالحرام يا بالحرام. والله مانك قليل يا ابن خالتي. ألو. الله يبارك فيك. أنت من أهله؟ شوفي سامي. شو يعني بيبعت نقوط لهي الليلة مليون ليرة إذا شو رأيك؟